ودلوقتي بقى عشان نعرف تفاصيل اكتر من البعثه معانا زميلنا فاروق صلاح موفد قناه النادي الاهلي من جنوب افريقيا من مقر الاقامه، طبعا احد مراسلينا ومراسلي قناه النادي الاهلي. فاروق ازيك؟ طبعا برحب بيك يا عبد الرحمن وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاول طمني على بعثه النادي الاهلي وطمني عليكم والاجواء عندك عامله ازاي، وعرفني تمرينه النهارده ايه اللي تم فيها وازاي تم استقبال بعثه النادي الاهلي من قبل سفير مصر في جنوب افريقيا. يعني خليني في البدايه اكلمك عبد الرحمن، احنا حاليا متواجدين طبعا في بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وبالمناسبه هي المدينه اللي ستستضيف مباراه الاهلي وفريق ماميلودي سان داونز اللي هيكون في تمام الساعه 3 على ملعب لوفتس، واحد من الملاعب الممتازه جدا اللي الجميع بيشيد بيها هنا في جنوب افريقيا. خليني اجيب لك الرحله من البدايه، يعني طبعا رحله طيران استغرقت اكثر من 9 ساعات، كان الوصول الى مطار جوهانسبرغ في وجود طبعا السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا، اللي كان حريص طبعا على تواصل تام مع مسؤولي النادي الاهلي قبل قدوم بعثه النادي الاهلي لتنسيق وترتيب كافه الامور. ثم استقل الفريق الحافله وبعثه فريق النادي الاهلي الحافله والتوجه من جوهانسبرغ الى بريتوريا، يعني في يعني طريق استغرق لي ساعه ونصف، كان الوصول طبعا لمقر اقامه الفريق هنا في احد الفنادق الممتازه جدا طبعا في بريتوريا. سريعا تم تسكين اللاعبين في الغرف، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي قايمين بدور اكثر من ممتاز واكثر من رائع على تنسيق كافه الامور. انه كافه الامور نبدا بقى بيومنا النهارده بالفعل زميلي عبد الرحمن. اليوم بقى اللي اول يوم للنادي الاهلي هنا في بريتوريا، طبعا كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم كانت وجبه الغداء اللي كانت في تمام الساعه 2، ثم التحرك الى الملعب ملاعب جامعه بريتوريا اللي بتستضيف التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، وبيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 25 دقيقه، ايضا ملعب المباراه بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. اللي احنا لامسينه طبعا زميلي عبد الرحمن ان اللعيبه كلها احنا عارفين ان هي مرحله صعبه جدا، وباكد على كلامك ومهم جدا الكلام اللي انت اكدت عليه على انها مواجهه صعبه جدا، مواجهه هتطلعك من حسابات كتير جدا. الثلاث نقاط في هذه المباراه اعتقد هيبقوا نقطه ايجابيه، نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشواره في البطوله. اللعيبه في كلامنا في حديثنا مع اللاعبين الجميع بيجمع انها اهم مباراه في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم، لكن خليني اكد على نقطه مهمه، ان اللعيبه بالجهاز الفني عامل فصل تام بين مباراة ماميلودي سان داونز ومباراة القطن الكاميروني، مفيش أي حديث عن مباراة القطن الكاميروني، الجهاز الفني باللاعبين الجميع بيركز على مباراة ماميلودي سان داونز اللي بيعتبرها زي ما أنت قلت والجميع يعلم قيمة هذه المباراة، مواجهة صعبة جدا جدا، لكن لعيبة النادي الأهلي تركيزهم اللي احنا لامسينه النهارده في التدريب، عايز اطمنك طبعا على حاله اللعيبه المصابين اللي كانوا الفتره الاخيره اللي اطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله النهارده عمرو السوليه بيأدي التدريب بالكامل، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، حسين الشحات اللي ادى جزء من المران اكتفى باداء جزء من التدريب لفريق النادي الاهلي، لكن باستثناء هذه الامور كافه اللاعبين في كامل تركيزهم. مستر مارسيل كولر التفاصيل الامور الفنيه اللي بيتكلم فيها مع افراد الجهاز الفني والتحضير لهذه المباراه، طبعا عقب انتهاء التدريب اللي شمل على اكثر من جانب خططي، فقره كانت لحراس المرمى مع ميشيل يانكون، ثم محاضره يعني كان في قبل انطلاق المران محاضره لمستر مارسيل كولر في ارض الملعب مع اللاعبين اللي اتكلم على اهميه هذه المباراه والتفاصيل الخاصه بهذه المباراه، الى جانب طبعا بعض الجوانب الخططيه اللي ركز فيها مع اللاعبين في تدريب اليوم. عايز اقول لك ان اليوم لسه مستمر زميلي عبد الرحمن، هيكون في محاضره بالفيديو النهارده لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، هيبدا طبعا من خلالها يتكلم على امور كتير جدا خاصه بهذه المباراه. وعايز اقول لك برضو زميلي عبد الرحمن ان المستر مارسيل كولر على مدار 9 ساعات اللي في طائره يعني طائره الفريق اللي كانت متجهه الى جنوب افريقيا، على مدار ال9 ساعات مستر مارسيل كولر قاعد بيتفرج على كافه مباريات فريق ماميلودي سان داونز، مش في دوري ابطال افريقيا فقط ولكن في مباريات في بطوله الدوري في جنوب افريقيا، تفاصيل كتير جدا مستر مارسيل كولر بيركز عليها في هذه المباراه، ويعلم ويعي تماما مدى صعوبه هذه المواجهه. طبعا انت عارف زميلي عبد الرحمن ان الملعب اداره فريق ماميلودي سان داونز سمحت وهتسمح للجماهير بالدخول الى ارض الملعب مجانا، عاملين حاله من الحشد والشحن في هذه المباراه.
بالظبط زميلي عبد الرحمن عاملين حفل غنائي وفي حشد كبير جدا من الجماهير، عارفين ان برضو ان مباراه الاهلي وصن داونز مش مجرد مباراه في دور المجموعات، هي واحده من المباريات يعني في كلامنا مع بعض الجماهير اللي موجوده من جانب فريق ماميلودي صن داونز بيعتبروا انه مواجهه النادي الاهلي مواجهه كبير القاره الافريقيه، كل كلامهم ده نادي القرن الافريقي، مواجهتك مع النادي الاهلي بيبقى ليها سعاده كبيره جدا، اكيد بيحلموا ان هم يحققوا نتيجه مع النادي الاهلي، عارفين اهميه هذه المباراه بالنسبه لهم في مشوارهم. بطمنك ايضا على الاجواء، درجه الحراره تقدر تتكلم ان درجه الحراره ما بين 28 ل 30 درجه مئويه، في توقيت المباراه درجه الحراره تبقى ما بين 25 ل 28 درجه مئويه. عايز برضو عبد الرحمن واستغل ان احنا موجودين ان انا موجود معاك انقل لك تفاصيل اليوم غدا بمشيئه الله، طبعا انت عارف هيكون هو اليوم الاخير قبل المباراه، هيكون في اجتماع فني في تمام الساعه 12 صباحا، هيكون في ملعب المباراه، ثم طبعا هيكون المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الاهلي والمدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، ثم التدريب اللي هيكون في نفس توقيت المباراه في تمام الساعه 3 عصر. تقدر تقول يا عبد الرحمن دي كانت يعني كل الكواليس كل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي، انا موجود معاك يا عبد الرحمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. يعني التغطيه وافيه جدا يا فاروق، بس انا عايز بقى طبعا انت متابع جيد هناك الاعلام ومتابع الضجه اللي حاصله على وجود النادي الاهلي، وانا عارف كويس قوي ان فريق عمل النادي الاهلي ما بيسيبش الحاجات دي. قول لي شويه المتابعه الاعلاميه والاهتمام الاعلامي بوجود النادي الاهلي في جنوب افريقيا، انقل لي كمان الحاله اللي عاملها نادي صن داونز بان هو عامل حشد فعلا جماهيري، ده الاعلام موصله ازاي للاعبين؟ لان احنا سمعنا طبعا عن اخبار من بعض لاعبي صن داونز، في لعيبه راحت التمرين مخموره، في مش عارف ايه، هو بيحاول يخرجهم من المود ده ان هم الجمهور هيبقى محتشد، الاعلام كله مدي اهتمام كبير جدا للمباراه، وصل لي الاهتمام الاعلامي بوجود النادي الاهلي في جنوب افريقيا. يعني خليني يا عبد الرحمن اقول لك احنا في بريتوريا، هنا بريتوريا هي معقل فريق ماميلودي صن داونز، هنا المعقل بتاع الفريق والجماهير، في كل مكان هتروح جماهير صن داونز موجوده. طبعا الاهتمام الاعلامي والاحاديث في الصحافه في جنوب افريقيا، الجميع خلاص اعتبر ان مواجهه الاهلي مع ماميلودي صن داونز واحده من الكلاسيكيات والثوابت في دوري ابطال افريقيا، يعني بعض الصحفيين اللي بنتكلم معاهم قال لك خلاص احنا بقينا معتادين ومتعودين على مواجهه النادي الاهلي، ووجود النادي الاهلي ومواجهه النادي الاهلي بتدي دوافع اكبر بالنسبه للفريق ماميلودي صن داونز، قالوا ان اداء اللاعبين بيبقى مختلف تماما اداء امام النادي الاهلي، ايضا الحاله العامه في الاعلام الجميع بيتكلم على اهميه المباراه، بيعتبروا ان المباراه خلاص ما بين النادي الاهلي وفريق ماميلودي صن داونز هي ديربي واحده من كلاسيكيات وثوابت دوري ابطال افريقيا. طبعا الحشد الاعلامي الموجود في جانب الاعلام الى جانب الحديث عن المباراه والحديث ايضا عن بعض الامور الخاصه بمعسكر فريق ماميلودي صن داونز، عايز اقول لك النادي الاهلي لا يعني ما بينشغلش بهذه الامور، الجميع عارف ان فريق ماميلودي صن داونز ورولاني ماكوينا عارف تماما اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتالي الحشد اللي معمول من جانب الجماهير، عايز اقول لك ان بيتم توزيع القمصان لفريق ماميلودي صن داونز مجانا على الجماهير، التذاكر وزعت مجانا، الحفل الغنائي بريتوريا يعني كان لنا حديث ايضا مع بعض المصريين المقيمين هنا في بريتوريا، قال لك قبل قدوم النادي الاهلي كان حاله هدوء، اول ما وصلت بعثه النادي الاهلي النهارده يوم مختلف تماما، يعني مع وجود بعثه فريق النادي الاهلي خلاص الاجواء حاله الانتعاش اللي موجوده ايضا في محيط مقر اقامه فريق النادي الاهلي مع وجود بعثه فريق النادي الاهلي عامله حاله من الحشد، لكن خليني اقول لك ان كل الامور دي هتكون عامل ايجابي ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي اللي يكونوا في كامل تركيزهم في هذه المباراه ويعوا تماما وعارفين تماما يا عبد الرحمن قيمه هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، شكرا على التغطيه المتميزه الحقيقه، يعني فريق عمل النادي الاهلي عامل مجهود كبير جدا 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 من وجودهم معاهم، سفريه طويله جدا وسفريه مجهده جدا، لكن تعالوا بقى نشوف المنافسه بين الاهلي وصن داونز، دايما التفوق للاهلي واغلب المباريات التفوق كان للاهلي، وفي المباريات الكبيره والبطولات نفتكر كلنا السوبر بتاع خالد بيبو والهاتريك او السوبر هاتريك اللي جابه في صن داونز.